اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا شهر رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فراق غالي ولا مرضا لقريب. وارحم من كانوا ينتظرونه وانتهى عمرهم قبل قدومه. يا رب لا يأتي شهر رمضان على أي بيت من بيوتنا إلا وقد ملأته فرحا وسعادة، وفككت كربة أهله، وفرجت همهم، ويسرت أمورهم، وشفيت مرضاهم، ورحمت موتاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل هلال شهر رمضان أقبل على الناس بوجهه وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة.